وفي مدينة الضالع قتل 8 حوثيين وأصيب آخرون عندما قصفت المقاومة الشعبية آلية عسكرية كانوا بداخلها، وأشنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع للحوثيين وقوات صالح في مديرية صرواح غربية مدينة مأرب. أما في إب فقد قصف الحوثيون عشوائيا مناطق وقرى في مديرية حزم العدين بعدما فشلوا في دخول المنطقة، واندلعت اشتباكات بين المقاومة الشعبية والحوثيين هناك أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين. للمزيد عبر الهاتف ينضم إلينا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، آخر التطورات الميدانية وأبرزها في اليمن اليوم. نعم، اولا بالنسبه لمدينه عزيز هناك حشد كبير للحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يقومون بحشد قواتهم بشكل كبير جدا الى مدينه عزيز. في وقت كذلك وصلت المعدات العسكريه التي وصلت من قبل قوات التحالف للمقاومه الشعبيه، وهناك حشد وانتشار كبير للمقاومه الشعبيه في مختلف المناطق في مدينه عزيز وبالذات في المنطقه وكذلك باتجاه وادي الضباب. هناك استعداد من قبل الطرفين لمعركه الحسم بعد اشتباكات متقطعه شهدتها المدينه منذ صباح اليوم. في محافظه الضالع او في مدينه سمت هناك هدوء تام ما بين الحوثيين والمقاومه الشعبيه في مدينه دمت التابعه لمحافظه الضالع، لكن في المقابل هناك حشد من قبل الطرفين بعد سقوط قتلى وجرحى خلال الساعات الماضيه من امس. هناك حشد من قبل الطرفين من قبل الحوثيين من جهه ومن قبل كذلك المقاومه الشعبيه في محافظه الضالع من جهه اخرى. في محافظه البيضاء شن طيران التحالف في مديريه دينا عن عده غارات استهدفت مواقع للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. طيب نبيل، شهود عين فقد سقط العديد من القتلى والجرحى. بالنسبه لمحافظه تعز، كيف انعكس حصول المقاومه على المعدات العسكريه من قبل التحالف يوم عكس يوم امس على سير المعارك اليوم؟ نعم، بعد وصول المعدات كان هناك استعداد كبير من قبل افراد المقاومه الشعبيه في مختلف المناطق على اعتبار ان هذه المعدات سوف تساعدهم في حسم المعركه. خبراء عسكريون اكدوا للتلفزيون العربي بان هذه المعدات سوف تساعد في حسم المعركه لصالح المقاومه الشعبيه، على الرغم من ان الحوثيين وقوات الرئيس السابق يحاولون حشد كافه قوتهم التي وصلت الى مدينه عز من اجل هذه المعركه التي تسمى معركه الحسم وربما تكون خلال الساعات القادمه. نعم، شكرا لك من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي.